بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الدعاء إذا تقلب الإنسان ليلا. يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الدعاء الثاني دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشة. يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الدعاء الثالث معنا النهاردة هو: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ ينفس عن يساره سلاسا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي إن أراد ذلك. في نهاية حلقتنا النهاردة ما تنسوش تدوسوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.